السلام عليكم تلاميذ السنة الثانية متوسط، أتمنى أن تكونوا بألف خير. لدينا اليوم تمارين على الصفحة 39 من كتابكم، كتاب اللغة الفرنسية. هذه التمارين خاصة بالأدجكتيف كاليفيكاتيف بالصفة. دونك أول تمرين عليك جيكري لا فورم كوريكت دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف، نكتبوا الشكل الصحيح للصفة. مدوا لكم صفتين، واحدة في المذكر واحدة في المؤنث، نتوما تخيروا واحدة فيهم. دونك الدرس تاع الصفة راه مشروح في الصفحة 34، كنت شرحت لكم لو كومبليمون دو نو اي لادجيكتيف كاليفيكاتيف. دونك رجعوا للفيديو كتبوا فقط شرح الصفحة 34، يخرج لكم شرح الصفة درس الصفة. قلنا بلي الصفة لادجيكتيف كاليفيكاتيف ايت مون كي سير ا بريسيز لو نون، هو كلمة تصف الاسم سواء الذي قبله او بعده. الصفة لادجيكتيف كاليفيكاتيف بو اتر بلاسي دوفون او ابري لو نون، دونك تقدر تلقاوها قبل الاسم او بعد الاسم، وترتبط مع الاسم الذي تصفه. كما احنا نقولوا في العربيه الصفه تتبع الموصوف، لادجيكتيف كاليفيكاتيف ساكورد اون جونغ اي اون نومبر افيك لو نون، تتبعوا في اون جونغ معناتها الا كان ماسكولا ولا فيمين ولا فيمينا، الا كان مذكر ولا مؤنث، وفي لو نومبر في العدد الا كان سينغولي مفرد ولا بلوريال جمع. Donc, la première phrase, cette jeune princesse est ravissante ou ravissante. Donc, on a une jeune princesse. On a Emira. Donc, le nom, c'est un nom masculin. C'est un nom, pardon, féminin singulier. Ism mufrad mu'annath. Donc, on a sifa rahi mufrad mu'annath ravissante. Ma'anath ha. Cette jeune princesse est ravissante et gentille. Donc, الصفة تتبع الموصوف. هنا هاد الصفة راهي مؤنث مفرد، والاسم راه مؤنث مفرد. Deuxième phrase. Elle a des cheveux noirs noirs. هنا cheveux. C'est un nom masculin. الاسم مذكر راه في الجمع راه في البلوريال. Donc, نخيرو الصفة في الجمع المفرد، في الجمع المذكر، عفوا في الجمع المذكر. دونك عندنا نوار هذه اللي ما فيهاش الاو، شوفو سي ان نو ماسكولا، الشعر اسم مذكر في الفرنسيه. كي تومب جوليمون سور سي زيبول، قالك لديها شعر اسود يسقط بلطف على كتفيها. Troisième phrase, j'ai apporté ma petite trousse. قلنا يكون يا الاسم الذي تصفه يكون avant ou après le nom. هنايا trousse، la trousse هي le nom. Donc la trousse est un nom féminin، هي اسم مؤنث وراه في المفرد راه في singulier. Donc petite، ma petite trousse pour vous aider، dit le prince. Quatrième phrase, il y avait de belles beaux fleurs dans le jardin du roi. Il y avait de fleurs. هنا fleur c'est un nom féminin هو اسم مؤنث وراه في الجمع au pluriel. Donc il y avait de belles fleurs dans le jardin du roi. كاين زهور جميلة في حديقة الملك. La reine porte un joli collier de perles rares. عندكم un collier. Un collier هو le nom. Donc راه في المذكر راه في الماسكولين singulier. Donc joli هذه اللي صمبة. La reine porte un joli collier de perles rares. الأميرة ترتدي عقد نادر بالأحجار de perles. Les princesses aimaient les journées printanières ou la printanière. Donc
لي جورني سي ان نون فيمينا بلوريال، معناتها نخيروا الاسم يكون نخيروا الصفه تكون في المؤنث الجمع. هنا اللي راهي في المؤنث الجمع سي برينتانيير، الايام الربيعيه. الاميرات يحبنا الايام الربيعيه. La phrase suivante, la reine habitait dans un merveilleux, merveilleuse palais. هنا un palais. C'est un nom masculin, اسم مذكر مفرد. Masculin singulier. Donc, le féminin, تاني لازم تكون مذكر في المذكر المفرد. في الماسكولين singulier. Donc, un merveilleux palais. La dernière phrase, ma grand-mère nous racontait de vieux ou les vieilles contes d'Algérie. D'Alger, contes algériens. Donc, conte. On a un conte. Donc, c'est un nom masculin pluriel. Rahif l'isme moudakkar jam. Donc, on khayrou l'kalima hna. Vieux, hiya. C'est un nom. C'est un adjectif. masculin pluriel راهي في الجمع المذكر الجمع. ma grand-mère جدتي nous raconte تحكي لنا قصص قديمه جزائريه. deuxième exercice قال لك je réécris le texte en remplaçant un roi par une reine et garçon par fille. قال لك نعاود نكتبوا هذا النص ونغيروا ان روا نبدلوها بون غان، الملك نبدلوه بالملكه، والغارسون هذا الولد نبدلوه بالبلافي اللي هي البنت. جو في اتونسيون على كور دي ادجكتيف كاليفيكاتيف. قال لك نكون حذر من ربط الصفه. الي توت اون فوا ان روا دونك تولي اون غان كي فيفي افيك سي دو بو et gentil garçon avec ses deux beaux. غادي نبدلو الغارسون قال لك بالفي، معناتها لا في هنا دي دو بيل دو بيل et gentil garçon تولي في. انا جاجوت لو اس. quand il quand elle natoudala la reine quand elle devint vieille عجوز elle dit au prince aîné. قالت للامير الكبير، هنا قالت للامير الكبير خاطر بدلنا الغارسون بالفي. donc elle dit à la princesse aînée. هنا تزيدو الاو prince تولي princesse و aînée تزيدو لها الاو للاميره الكبيره. Mon fils, tu li ma fi. Je suis fière. Ana fakhouratun fière. Zidou l'hel e. De toi. Ana fakhouratun biki. Je te remets cette couronne. Sa adhaou laki hada l'attach. Donc, je répète. Il était une fois une reine qui vivait avec ses deux belles gentilles filles. Quand elle devint vieille, elle dit à la princesse aînée, ma fille, je suis fière de toi, je te remets cette couronne. Exercice numéro 3, je retrouve l'adjectif qualificatif et je l'accorde avec le nom auquel il se rapporte. لا سيشخس الجفاف ان سول سيك ارض جافه. هنا نعطيكم مثال اكزومبل. لا بريسيزيون، لا بريسيزيون هي الدقه. دي مونتر ساعات كيفاش نقولوا دي مونتر بريسيز. دوزيامو لا جونتييس اللي هي اللطافه. دي في جنيات جونتي. لا بيوتي اللي هو الجمال comme princesse, une belle princesse. La vieillesse,
اللي هي الشيخوخة دو فيي فام. تو سامبلومون جيكري دون مون كاي، قال لك اكتب في كراسي. ان جور لا برينسيس، يوم ما الاميره عليك لا برينسيس تروفا اون ميرفيوز بيتيت ميزون، قال لك وجدت بيت صغير جميل او رائع. ال ريفليشي، فكرت بوي انترا ودخلت. ال روتروفا سون جولي شا، وجدت قطها الجميل اسي دوفون لا شوميني، قال لك وجدت قطها الصغير يجلس امام هاد المدفأة شوميني. Je répète, un jour la princesse trouva une merveilleuse petite maison. Elle réfléchit, puis entra. Elle retrouva son joli chat assis devant la cheminée. هذه عبارة عن تكملة قصة. C'est une suite d'un conte. في هذه الوحدة تعلموا كيفاش تكملوا، مدوكم بداية قصة وانتم تكملوا يمدوكم البداية اللي هي المقدمة على السيتياسيون إنيسيال، وانتم تحاولوا تمدوا تطور أحداث القصة ديرولمون ديزيفينمون. هذه هي لا سويت دا كونت. دونك إن شاء الله أعزائي التلاميذ تكونوا استفدتم من هذه التمارين. نتلاقاو مع صفحات أخرى من كتابكم، كتاب اللغة الفرنسية. لا تنسوا في الأخير الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.